بدوره قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن جيش الاحتلال قام الجمعة باستهداف 3 صحفيين فلسطينيين بشكل متعمد ومقصود خلال عملهم الصحفي وتغطيتهم الإعلامية للعدوان المستمر، وذلك شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. المكتب الإعلامي الحكومي في غزة لفت في بيان له إلى أن الاستهداف أدى إلى بتر ساق أحد الصحفيين وإصابة الآخرين في مناطق مختلفة من جسديهما، مشددا على أن هذه الجريمة تأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات البالغة التي طالت الصحفيين الفلسطينيين والذين سقط منهم حتى الآن 140 شهيدا. كما أكد المكتب أن استمرار استهداف جيش الاحتلال للطواقم الصحفية والإعلامية بشكل متعمد رسالة واضحة ترمي إلى تخويفهم وتهديدهم ومحاولة كتم الحقيقة. طبعا اللي صار معانا في شمال مخيم النصيرات، كنا بنغطي طبعا نزوح السكان وإجلائهم من منطقة المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات. عملنا شوية مقابلات مع رشز، للأسف واقفين على مفترق، تم استهداف مجموعة من الصحفيين أدى إلى إصابة الزميل الصحفي سامي شحاتة، بترت قدمه اليمنى على الفور للأسف.